نكمل مع حضراتكم يعني كلامنا مع كباتن مصر كابتن محمود ابو الدهب كابتن احمد صالح، ما زلنا بنتكلم على الاهلي والزمالك وصفقات الموسم او صفقات الشتويه الحقيقه، لان صفقات الموسم ابتدت من الصيف، هنا جابوا صفقات هنا جابوا صفقات، ولكن امور بتنجح وامور اخرى لا تنجح من خلال الصفقات. كابتن احمد برضو في ظل الامور الخاصه باداره نادي الزمالك ان هم بيحاولوا يعملوا افضل حاجه في الفتره دي، لكن بيمروا ممكن بظروف ممكن تكون نتيجه النتائج، نتيجه امور ممكن تكون كمان بعض الامور الخاصه الاداريه بتكون طبعا ممكن ده وارد بيحصل في انديه كتير انها ما تكونش صح. شايف ان النادي الزمالك ادارته تتحمل جزء من اللي حصل الفتره اللي فاتت ولا فيريرا فقط؟ لا طبعا اداره ولاعيبه وجهاز كل ده نادي كامل يعني اداره بكل المكسب بيبقى لرئيس النادي للمدير الفني للجماهير، خساره بتبقى من الاداره للمدير الفني للعيبه يعني الخساره بتطلع اي مشاكل وهتلاقي في كلام كتير، لكن وقت المكسب حتى لو في مشاكل ما بتظهرش وما بتطلعش على الساحه. لكن مشكله نادي الزمالك دايما اي حاجه صغيره بتحصل في نادي الزمالك بتلاقيها في الاعلام، ودي مشكله نادي الزمالك من فتره طويله جدا. قبل كده كان لا، ما هو كان في وقت من الاوقات برضو لا طول عمر نادي الزمالك كده، لا طول عمر نادي الزمالك كده كان الناس بتقول لك لا ده نادي الزمالك قفل على نفسه وما بقاش زي الاول. لا كواليتي اللعيبه اللعيبه هتكسب هيبقى كل حاجه مقفوله، هتبدا تخسر نتائج، مدرب هيمشي، تصريحاتها تطلع في كل الانديه مش نادي الزمالك بس، لكن هي لها علاقه بالنتائج. انت جبت لعيب كويس مشي معاك بشكل كويس، الصفقه وفقت بشكل كويس، هتلاقي الجماهير شايلاك على دماغك. لازم اسالك سؤال مهم جدا، قرار ببيع امام عاشور قرار صح ولا غلط؟ صح انا وجهه نظري لازم كان امام عاشور صح لامام عاشور في السن ده، خلينا نكون واقعيين يعني للامانه لازم يطلع في السن ده، لكن خساره نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك في التوقيت ده وفي مشاكل في الحته بتاعت امام عاشور او في نص الملعب الحته اللي بيلعب فيها امام عاشور، وخاصه ان امام عاشور وزيزو افضل اثنين لعيبه في مصر مش في نادي الزمالك بس. لكن كانت محتاجه تعويض يعني كان يترتب ليها قبل كده، ان انت لو طالما امام هيمشي يبقى في لعيب ثاني بديل لامام عاشور. كناريا كناريا هم بيفكروا في كناريا محمد تولي كناريا مش نفس طريقه لعب امام خالص. كناريا لعب في نص الملعب ما بيزيدش ما بيروحش على الاطراف ما بيزيدش. امام خلي بالك لعيب يعني انا بشوف ان هو لعيب بيلعب في اوروبا لا فانت من نوعيته مش هتلاقيها نوعيته كناريا كناريا لعيب كويس جدا وكان معانا في سموحه، لكن كميه الجري اللي امام بيجريها دفاعيا وهجوميا لا امام يفيدك اكتر من كناريا. كناريا يفيدك في الكرات الصغيره اللعب الصغير لان كناريا حريف لعيب كره كويس، لكن مجهود زي امام لا.